فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا لم أستطع شراء أضحية لغلاء ثمنها، فهل يشرع لي أن أتصدق بشيء يسير من المال في يوم العيد؟ فهل يشرع لي أن أتصدق بشيء يسير من المال في يوم العيد؟ تصدق بيوم العيد أو غيره، إذا صار فيه حاجة تصدق بيوم العيد أو غير يوم العيد وقت الحاجة. نعم، أما تخصص يوم العيد للصدقة هذا ما عليه دليل. نعم.